في اليوم الثاني تحت الثلج والماء بدأ اللبنانيون يفقدون حس الفكاهة الذي طبع تعليقاتهم على الكارثة في يومها الأول. والمسحة الأكثر إثارة للانتباه اليوم كانت في سؤال بعضهم عن رأي الكائنات البحرية والنهرية لو كان لها رأي في الكائنات البشرية التي تجتاح بيئتها على الأوتوسترادات وفي أحياء على طول الشاطئ، لأن ما بنته الدولة والبلديات مدى سنين لم يكن مخصصا للبشر، بدليل أنه لم يعزل اليابسة عن نطاقها البحري بل تركها عرضة لاجتياحات موسمية لن تتوقف. وخارج المزاح المغلف بالمرارة، يمكن القول إن الدولة التي تبيع ربيعها وصيفها لشح الماء والكهرباء ولمتلاعبين بالأمن ينسفون سياحتها وسمعتها، تؤجر شتاءها لأعاصير وفيضانات تنسف سياحتها الشتوية، والأنكى من الكارثة الطبيعية الكارثة الأخلاقية، مسؤول واحد لم يستقل رغم كل ما حصل. رغم العاصفة وغزارة الأمطار والثلوج، اجتمعت لجنة فندق النجم الباحثة عن قانون الانتخابات الأكثر ملائمة للواقع اللبناني، وهي لم تعثر على أجمل من القانون الأرثوذكسي حتى الساعة على ما يبدو. فهو سلك طريقه إلى النقاش وحظي بموافقة لجنة بكركي وبقبول الشريكين الشيعيين، وإن على قاعدة ما يطمئن الشريك المسيحي وليس انطلاقا من مثالية المشروع. ولعبة البوكر الجارية حوله انتقلت الآن من الرهان الأولي على من يقبل به إلى الرهان على من يجرؤ على رفضه. والتحدي هذا يطاول مسيحي 14 من أذار، كما يستهدف مباشرة وفي الصميم الفريق السني والنائب وليد جملاط. والرهان الأخطر أن من قبل بالأرثوذكسي من فريق الثامر من أذار يتكل ضمنيا على السني والدرزي لإسقاطه لتحميلهما تبعات الخربطة، فيما يقطفونهم ثمار التعاطف النظري مع المسيحيين.